أكدت وزارة الموارد المائية أنها بانتظار القرار الرسمي من الحكومة لاستئناف العمل بسد مكحول، مبينة أن العمل بالسد لن يبدأ من الصفر، وإنما استئناف لأعمال سبقت المباشرة بها وما زال بالإمكان الاستفادة منها، وهذا سيختصر علينا الكثير من الوقت والجهد. وأضافت أن ساحة العمل ومواقع السكن والورش والمعامل مستملكة ويمكن استغلالها فورا عند استئناف العمل، مشيرة إلى أن حفريات الجانب الأيسر شبه منجزة وحفريات الجانب الأيمن أنجز قسم كبير منها. وأكدت الوزارة أن ملكات الوزارة التي تدربت على حفرات الجدار العازل ما زال معظمه في الخدمة، وسيباشرنا العمل مجددا حال وصول المعدات.